صباح الخير للجميع. أنا بعرف إنه مرات الصوت بيكونش واضح ومرات الفيديو كمان بيكونش بيصير يقطع. صرنا نعمل زي ما قلنا لكم المرة الماضية فيديو نطلعه أبلود على اليوتيوب، فبتقدر تفوتوا على قناتنا باليوتيوب وتشوفوا الفيديو واضح صوت وصورة، وإن شاء الله عم نرتب لميكروفون أحسن ولوسيلة أحسن للصوت وللصورة. بنحاول بحسب الإمكانيات اللي عنا إنه نوصل للناس، وربنا بيكمل نص الكلمة اللي مقطوشة من عنا ربنا بيكملها عندكم. طيب إحنا يوم الأربعاء حكينا عن القداس، وكان في تجاوب كثير من الناس عن القداس، ولأول مرة بفوتوا بهالعمق أو بمعنى القداس وكيف يعيشوا القداس. اليوم بدنا نحكي عن إنجيل اليوم، بدنا نكمل وبدنا نشوف شو إنجيل اليوم عم بيعطينا، وخلينا نبدأ نصلي ونفوت بهالعمق نشوف ربنا شو بده يورجينا اليوم. أشياء تصير منهج لإلنا، مش ضروري تتدرس بالمدارس، تصير منهج لإلنا إحنا إنه نكمل حياتنا مع ربنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قبل ما نبدأ الإنجيل بدي أقول كلمة كثير مهمة. الوضع اللي احنا عايشينه المرحلة هاي، يمكن مرحلة الكورونا كانت أهون بالنسبة لنا من هالمرحلة اللي احنا عايشينها. في كثير أشياء وفي كثير أسباب بتخلينا نبعد عن الكنيسة ونبعد عن نزعل من ربنا ونحرد ونبعد. الكنيسة احنا ما بنقول انه الكنيسة هي مجرد كنيسة الحجر، لا، احنا بنقول الكنيسة هي العيلة، هي المنطقة، وهي العالم كله. فاوعوا تتخلوا عن الكنيسة، اوعوا تتخلوا عن هالعيلة. شو ما صار الشيطان بده يضرب وراح يضرب كثير الفترة هاي. في ناس بتقول لك اخر الدنيا، مش مهم، طول ما انت مع ربنا ما همك اخر الدنيا ولا اولها، امشي ادعس بنسين وضل ماشي، ما تتطلع لا شمال ولا يمين ما دام الطريق مفتوحة قدامك وون واي وهاي واي، وضل ماشي كمل، ما تخاف. انت محاط بكمية هائلة، بعدد هائل من الملائكة لتحميك، خصيصا عشان تحميك. استفيد من النقطة هاي وما تطلع على اي شيء عم بيصير وراح يصير وبده يصير، لانه انت محمي باسم يسوع المسيح، محمي، محمي بدل جسده ودمه، محمي بروح القدوس. فما تخاف من اي شيء بيصير، ما تخاف من كل اللي عم يسمعه، من كل المشاكل اللي عم بتصير. الشيطان زي ما قال المسيح راح يغربلكم، فاوعوا تنزلوا مع هالوسخ اللي موجود في هالغربان. خليكوا هالحنطة الموجودة جوا، مهما تغربلت المنطقة انتوا بتضلوا قاعدين جوا مرتاحين، لانه صاحب الغربال بده يطلع الوسخ ويحافظ عليكم عشان تضلوا نضاف. خلينا اليوم ناخذ انجيل القديس متى. الانجيل هذا اليوم مهم جدا، وراح يكون في صلب علاقاتنا العائلية. خلينا نشوف الانجيل اليوم. انجيل القديس متى 5:27-32. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: سمعتم انه قيل لا تزني، اما انا فاقول لكم من نظر الى امرأة بشهوة زن بها في قلبه. فاذا كانت عينك اليمنى سبب عثرة لك فاقلعها وألقها عنك، فلأن يهلك عضوا من أعضائك
خير لك من أن يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا كانت يدك اليمنى حجر عثرة لك فاقطعها وألقها عنك، فلأن يهلك عضوا من أعضائك خير لك من أن يذهب جسدك كله إلى الجحيم إلى جهنم. وقد قيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الفحشاء عرضها للزنا، ومن تزوج مطلقة فقد زنى. كلام الرب. الإنجيل هون هذا جدا مهم، زي كل إنجيل موجود وزي كل إنجيل بيدخلنا بعمق حياتنا. إحنا تعلمنا بهالدردشة إنه الإنجيل مش بس مجرد قوانين أو وصايا، هو كمان خضم حياتنا جوا جوا، بيفوت في حياتنا. وإذا بنرجع لكل إنجيل لكل شغلة بنشوف إنه عن جد الإنجيل عم بيحكي عن حياتنا، والمسيح بالنعمة اللي أعطانا إياها هو بيحكي عن واقع حياتنا. دايما كونوا عارفين إنه حياتنا هي بالنعمة بتمشي. زمان كانت تمشي بالقوانين والشريعة، بس هلا بالنعمة، فحافظوا على النعمة علشان الشريعة ما ترجعش وتمسككم وترجعوا مستعبدين للخطية. إنه بنفهموا من هذا الإنجيل شغلتين: أول شغلة الشهوة، ثاني شغلة برجع يسوع بعد ما يقول الشهوة والزنا برجع بدخل العلاقة الزوجية، بقول: من طلق امرأته إلا في حالة فحشاء زنا، ومن تزوج مطلقة فقد زنا. تعالوا نشوف ليش يسوع دخل في المواضيع هاي بأسلوب هذا. عشان نفوت بالموضوع هذا بدي أرجع للتكوين، تكوين إصحاح 3 عدد 6، عشان نعرف شو هي الشهوة. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. هون بنشوف إنه الشهوة هي أساس كل خطية. وإحنا عنا ممكن تكون الشهوة أكثر شهوة بتكون بالنظر، لأنه العين هي سراج الجسد، هي بتشوف كل شيء من برا وبتدخله لجوا. إذا ما كان في عنا مانع أو عنا حافظ لهالعين بتدمر كل شيء حوالينا. العين هاي بتدخل كل شيء غلط لجوا، بتعطينا أشياء كثير كثير صعبة إنه إحنا نستمتع فيها، زي ما حواء هون دخلت الخطيئة عن طريق الحية. حواء ما كان عندها أي صورة داخلية لأي شيء غلط، فكانت تمرق عن هالشجرة وعمرها ما انتبهت لها. انتبهوا، عمرها ما انتبهت لها لأن كانت جوا فاضية، ما فيها ولا صورة من الصور اللي وسخة أو الصور اللي مش صح، كانت لسه خليقة من ربنا، خليقة ربنا ونظيفة. فشو عملت الحية؟ تدخلت الحية بطريقة سيئة جدا وأثارت فيها شهوة النظر. فقالت: فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، رأت، وأنها بهجة للعيون. لما شافت أنها جيدة للأكل شافتها قديش هي حلوة وقديش ما كانتش شايفتها من أول، لأنه صار عندها بهجة، صار عندها تلألؤ، صار عندها زي الألماظ هيك بيلمع في وجهها، فشافتها أنه بالفعل زي ما بتحكي الحية، أكيد زاكية، صار عندها شهوة أنها تأكلها. شايفين الصورة اللي دخلت من العين؟ من العين دخلت لجوه الراس. شو عملت فينا؟ زي ما حكينا عن الصورة هذيك المرة، دخلت الصورة من العين عنا للراس، حركت كل الشهاوي شهوات الموجودة. فالصورة هاي هيك اللي هي خلينا نقول التفاحة، دخلت في عين حواء. شو النتيجة طلعت؟ طلعت خطيئة. فهيك يسوع قال لهم: من نظر إلى امرأة، هي أول نظرة زيها، شافها حلوة، شو صار؟ هي الخطوة الثانية، لما شافت الشجرة الثمرة هالقد زاكية، يعني هالقد هيك بهجة للعيون، والمرأة شافها يعني إنه حلوة بهجة للعيون، شو بتصفي؟ صفى أول شيء النظر، ثاني شيء التأكيد، ها؟
على انه الحلو الشيء هذا حلو، المراه هي حلوه، شفتها انا وجيت اكد عليها انها حلوه، ثالث شيء صار عندي شهوه في اني اكون معها. وهون انا زنيت فيها في قلبي. لانه لو ما تمش فعل الزنا تم في قلبي، ليش؟ لانه انا استخنت اول شيء وسخت عيني، ثاني شيء وسخت الذاكره اللي عندي، ثالث شيء دخلت لعمق قلبي وزنيت في مع هالمرأة. وهذا اللي عملته حواء لما شافت الثمرة، احنا بنقول تفاحة، شافت الثمرة أكدت كلام الحية بأنها منظرها حلو. يعني أكيد جواها بده يكون إشي مش طبيعي، إشي زاكي. فأكدت الموضوع، لما أكدت الموضوع ثارت الشهوة في جواتها، صارت بدها تأخذها. وأكلتها ودخلت في سقط آدم وحواء نتيجة الأكل هذا. وهون نفس الفيلم يسوع قال من نظر إلى امرأة، نظر زي ما قلنا، نظر دخلها لعمق الذاكرة جوا هون. وأكيد في صور قديمة مش زي حواء، إحنا صور قديمة من أشياء كثيرة تفاعلت مع النظرة هاي، حطتها في محل الأكتف تشتغل يعني، فصفى الموضوع كله شهوة اني انا بدي اخذ الاشي هذا وانا اكون مع الشخص هذا او مع المرأة هاي. وهون حتى لو ما كنتش اتصال جسدي، انا روحيا ونفسيا وعقليا كنت بالخطيئة وكنت بالزنا، لاني دخلت لعمق عمق عمق نفسي، وسخت حالي من جوا لمجرد نظرة للعين. علشان هيك احنا نقول ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. لازم نقول كمان يا رب ضع حافظا لعيني، علشان اي اشي يدخل ما يدخلش، بس اشوف وازيح، ما اسمحش لاي اشي يفوت جوا ذاكرتي، عشان ما اجيش واستمتع بهالذاكرة لحالي لما هقعد. ليش احنا بنقول خذوا 5 دقائق تأمل؟ علشان بدل ما نقعد نتأمل بالصور اللي بنشوفها يوميا بتوصلنا للخطيئة، لا احنا نقعد ناخذ 5 دقائق بالصور، صورة الله الموجودة جوا، علشان تحمينا من هالخطيئة، عشان تحمينا من هالخطيئة. وراح نفوت في قصة من الكتاب المقدس توصلنا نشوف شو ممكن هالنظرة تعمل. القصة راح ناخذها من صموئيل الثاني اصحاح 11. صموئيل الثاني اصحاح 11. خلينا نرجع مع داود النبي ونشوف شو صار مع هالملك العظيم اللي قال عنه ربنا نظرت الى قلب داود فاذا هو بحسب قلبي. حتى اللي بحسب قلب داود بحسب قلب ربنا يغلط، عشان هيك كل خاطي موجود بنقول له ما تخاف، رحمه ربنا اكبر وربنا بيقبل كل الخطأ، حتى لو كنت رئيس جماعة روحية عالية، حتى لو كنت قديس، ربنا بيغفر وبيقبل كل إنسان خاطي شو ما كان عامل. داود الملك اللي هو كان بالنسبة لربنا حبه، كان يحب قلبه، غلط وربنا قبل توبته، مزبوط عاقبه بس قبل توبته. خلينا نشوف شو عمل داود النبي في النظرة. قصة داود يمكن وبتشيبع مش الكل بيعرفها. اللي صار انه داود كان في الحرب وكان في القدس قاعد في بيت الملك، كان قاعد مرتاح متمدد على التخت، بعدين شو عمل؟ قام عن تخته وطلع على سطح المنزل. لما طلع على سطح المنزل اطلع حواليه على البيوت اللي حواليه هيك هيك، لقى وحدة على الحيط عمالها بتتحمم. عجبته. نظر مرأة بتتحمم. امشوا معي بالقصة عشان تعرفوا النظرة لوين بتودي في الإنسان. شاف المرأة، خلينا نحط راس داود هون هيك، وهي عينه، وهي منخار، معلش عمري بقولكم رسمي يعني. المهم هاي العين، احنا بهمنا العين، مش مهم شيء ثاني. شافها تتحمم، شافها الأخ تتحمم، شو عمل؟ عجبته،
ليش؟ لأنه شاف النظر، النظر طلعت راحت لهناك ضربت فيها عجبته رجعت لجوا، كونت عنده صورة لأنه استمتع بالنظر بتحمم، شافها بتحمم وضل يطلع عليها فاتح عينيه هيك عجبته لأنها كانت جميلة جدا جدا. شو عمل الأخ؟ راح وقال لهم جيبوا لي إياها، راحوا جيبوا له إياها. جوزها كان في الحرب طبعا، جيبوا له إياها، الأخ أخذها عنده نام معها لأنها كانت بتتحمم من الطمث اللي عليها كان. شوف قديش كان الإشي واضح وصريح، حبلت منه، هي أول ثمار الخطيئة، حملت منه. فراحت بتشيبة وقالت لداود، بعد لداود قالت له أنا حامل. كيف يصلح داود الغلطة هلا؟ نظرة أدت إلى تأكيد، إلى شهوة، إلى خطية. طب يا داود أنت عندك ستات بعدت شعر راسك، وعندك أولاد بعدت شعر راسك، وعندك عبيد بخوف قد ما عندك ناس، وملك، وملك كل الناس تخاف منك، والكل ثلاث مرات انتخبوك ملك، أولهم ربنا ثاني وآخرهم الشعب، ما جيتش غير على هالمرة. ليش؟ لأنه شهوة، لأنه النظرة ولدت الشهوة، والشهوة ولدت الخطيئة اللي موتت داود. شو بده يعمل داود هلا؟ شو عمل؟ راح بعت ورا جوزها، راح كتب ليؤاب القائد وبعت ورا جوزها اللي بعت لي جوز بتشيبا اللي هو أوريا الحثي. أجا الزلمة من الحرب والدنيا حرب ودنيا ودين، قال له طيح على البيت عند مرتك، غسل وظبط أمورك وتعشى ونام في بيتك. داود كذب، غش علشان يداري على خطيته. شو عمل الزلمة؟ الزلمة طلع أمين، قال لك أنا أنزل على البيت أتحمم وآكل وأنام مع مرتي وأصحابي والجيش والناس عم بيقاتلوا في الحرب، أنا أستمتع وهم بيقاتلوا، ما رضي، نام على باب بيت الملك، نام على باب بيت الملك هذيك الليلة. أجوا الحراس وقالوا له إنه هو ما نزل على البيت، راح بعت وراه، قال له ليش ما نزلت؟ قال له معقول أنزل والناس عمالها بتعمل كذا وكذا وكذا وأنا بالحرب وأنا أنزل أستمتع؟ لا ما بعملها. المهم قال له يبقى الليلة بنضل عندي وتاني يوم بتنزل على الحرب. المهم ضل عنده بالليل، طعمه شربه أسكره وبرضه نام عند الحراس وما نزل على بيته لأنه رجل أمين، ما رضيش على حاله إنه يستمتع وأصحابه والقائدين تبعونه عمالهم بيحاربوا وبيموتوا في الحرب. شو عمل داود النبي؟ داود النبي تآمر، هي ثالث شغلة، وكتب رسالة ليؤاب قال له بتحط أوريا الحثي قدام الكل في منطقة صعبة في القتال علشان يموت، تآمر على قتل أوريا الحثي. وبالفعل راح يؤاب حط أوريا الحثي أمام الجميع في منطقة كثير صعبة ومات أوريا. لما مات أوريا بعثوا خبر للملك، قالوا لمرت لبيت شيبة وقالوا له إنه أوريا توفى ومات. شو عمل؟ راح جابها على بيته وحطها في البيت وخدها عنده. شوفوا شو عمل، شو عملت نظرة من السطح لوحدة بتتحمل. نظرة أول إشي دخلت كل إشي خلنا نقول شهوة، مش بعدين ولدت الشهوة، بس دخلت حب التملك وحب العظمة وحب السيطرة على داود لأنه ملك، فيش إشي مش تحت إيده وفيش إشي مش إله، فدخلته في العنف في هذا النهاية، وأكدت رسخت الصورة في ذاكرة داود النبي، أكدتها فاشتعلت الشهوة. لما بتشتعل الشهوة صعب أي حد يستطيع إنه
يسيطر على حاله. فانت عندك خطوتين قبل ما الشهوه جواتك تشتعل، خطوه النظر وخطوه التاكيد. لازم تحاول قبل ما توصل لهون انه تقطع، يا تقطع من البدايه يا تقطع من ثاني قسم، ما تخليها توصل للشهوه. وهذا بنحكى على حب المال، بنحكى على حب الاكل، بنحكى على اي خطيئه احنا ممكن انه نكون فيها. خليك دائما في البدايه كن رجل زي اوريا الحثي واقطع، قول انا لا مش راح استمتع بزوجتي وببيتي وبفراشي وبحمامي واصحابي عمالهم بحاربوا. وقول انت نفس الشيء، انا مش راح ادخل متعه النظر لجوا علشان الشيطان هو اللي يكسب بالنهايه ويسقطني في خطيئه مميته وكبيره. لازم نكون صحيين للموضوع، لانه هذا هو الحرب، هذه هي وسيله الحرب. لازم نكون صحيين جدا للموضوع هذا، لانه هاي هي الوسيله بالحرب اللي الشيطان بيعملها وبيسويها، بزين لي الثمره انها حلوه، ثمره كبيره وطازه وكله ومنظرها حلو وجيد للاكل، فبتتولد الشهوه عندي وبمد ايدي وبقطفها. يمكن تكون الثمره انا عمري جربتها بس يمكن تكون مره، لكن نظرتي وتاكيدي في الذاكره وغياب ارادتي خلاني اوقع بالاكل هذا وانزل فيه بالطريقه هاي واكله. يمكن تكون مره واشوفها حلوه. ليه؟ لانه نار الشهوه اشتعلت. نار الشهوه اشتعلت جواي، فرحت وانا ماكل هالاكله، وراح داوود هو عمل هالعمله. داوود اول شيء كذب، بعدين غش. شوفوا النظره لوين وصلت، اول شيء زنا حملت منه، هي اول شيء. اول قبل كل شيء النظره والتاكيد هي عباره عن خطيه تامه. وهون يسوع بيقول لك زنا فيها بقلبه، هو لا كمل زنا معها حملت منه كذب وغش، تآمر على قتل انسان وقتله، قتله بالنهايه، وبعدين اخذ المراه وحطها عنده في البيت. لما حطها عنده في البيت هو فكر انه المواضيع انتهت هون، خلص ده الموضوع، مات الزلمه ومش عارف ايش ودنيا ودين. وهذا تاكيد لكل انسان بيقول ما في ربنا، وكل انسان بيقول بخافش من ربنا، وكل انسان بيلغي وجود ربنا. لا، ربنا موجود، وربنا هو اللي بده يجي بالنهايه ويحاسبك يا بني ادم. ليش؟ لانه ربنا ولا يمكن يهمل دم حد، ولا يمكن يهمل خطيه، ولا يمكن يهمل ظلم شو ما كان يكون. بيعطي مساحه، بيعطي مسافه، بيمهل بس ما بيهمل. بيجي نثان النبي على داوود، بضبل عليه الباب، بفوت نثان النبي بيقول له هالمثل او هالشكوى. اسمعوا شو بيقول له. بيقول له في واحد غني اجا ضيوف بالليل وعنده غنم كثير كثير كثير، فشو عمل؟ راح للجار اللي فيش عنده غير غنمه وحده بتنام بحضنه، بطعمها من قوته، بشربها من ميته ومن قلبه ومن دمه بصرف عليها. فشو الزلمه هذا راح الغني عمل؟ راح اخذ النعجه هاي وذبحها لضيوفه وما اخذش من نعجاته الكتار اللي موجودات. طبعا الملك داوود غضب جدا، وشو عمل؟ قال له هذا بيقتل وبيروح وبياخذوا اضعاف من غنماته وبترتد للزلمه اللي اخذت منه الغنمه. قال له نثان النبي انت اللي عملت الحكي هذا، انت اخذت المراه من جوزها من حضنها وقتلته وحملت منك برغم من كل الاشياء اللي عندك، برغم من انه ربنا عندك بالزياده، لانه انت علاقتك مع ربنا غير عن كل الناس. لانه سبع مرات بتسبح ربنا باليوم، تخيلوا داوود النبي كان سبع مرات يسبح ربنا باليوم، مزاميره ما كانتش بتسكت. ربنا اعطاه ملك ما ينتهيش وقال له المسيح بيجي من نسلك، ورغم هيك تعرض للخطيئه. داوود جن خلع ودخل في حزن
واكتئاب، وقال له الولد اللي في بطن مرتك راح ابنك راح يموت مش راح يكمل. فراح لبس المسوح وقعد على التراب وبطل ياكل لغايه ما مات الولد، وبعدين قام اكل ورجع لحياته الطبيعيه. بس قال له ربنا انا مش راح احاسبك هلا، بحاسبك في اولادك بعدين. ليه؟ لانه ربنا بيوعد وما بيقطعش وعده. لوين وصلت هالنظره داود؟ وصلته لانه يزعل اكثر انسان، اكثر اله، اكثر حد بينه وبينه هالعلاقه، هالحب. زعل. انتم عارفين لما ربنا بيطلع وبيقول نظرت الى قلب داود عبدي فوجدته بحسب قلبي، احنا قديش بنردد يا قلب يسوع، يا يسوع المذيع المتواضع اجعل قلبي مثل قلبك. قديش بنطلب من ربنا انه شوي نكون زي قلبه. فربنا لما شاف داود انه قلبه مثل قلب مثل قلب ربنا، شو عمل؟ انبسط، اخذ من بين الغنم، عمله ملك. وعشان النظره ولدت تاكيد في الذاكره، ولدت شهوه، ولدت خطايا كثيرة من كذب، من غش، من زنا، من زنا وكذب وخش ومن قتل. ليش كل هذا؟ علشان شهوة اشتعلت جواي، فلازم ننتبه انه من هون نبدأ نقطع من النظرة، نقطع الحكي هذا كله قبل ما نفوت جوا ونفوت بهالصراع. اقبلها او ما اقبلهاش، تتأكد وتترسخ براسي وبعدين تثور نار الشهوة. المشكلة مش هون، المشكلة إذا دخلت وتأثرت في راسي من جوا، هذا طلعها كل لحظة بتهب ريحة شهوة معينة، بتشتعل هاي الإشي براسي بتوقعني بالخطية. طب ليش؟ ليش أدخل الإشي على راسي وأضل بعدين أضل يا رب يا رب زيح من راسي يا رب نظفني؟ طب من الأساس بسكر وانتهى الموضوع. بدها قوة، بدها مساعدة من ربنا، وربنا بيساعدكم. كثير من الملائكة والحراس حواليكم، استغيثوا فيهم علشان ما تدخلوش اي صوره غلط، اي فكر غلط، اي فهم لاي امر غلط يخليني بالنهايه اوصل لقتل انسان، اوصل لاي شيء غلط. ليش؟ لان مذاكرتي فهمتني الحكي هذا، ثارت الشهوه جواي، ثار العنف، ثار الغضب، ثار كل شيء جواي، فرحت انا عملت الخطيئه بكافه انواعها، كانت مميته او مش مميته. نيجي بعدين يسوع بيجي بيختم الموضوع هذا وبيقول لهم شو بيقول لهم؟ بيقول لهم من طلق امرأته فقد زنى. قال لهم اعطوكم الزمان كتاب طلاق. فمن طلق امرأته فقد زنى، ومن تزوج امرأة مطلقة فقد زنى. احنا لما نروح نتجوز شو بيقول الخوري؟ ما جمعه الله لا يفرقه انسان. جدا مهم نعرف انه الزواج ليس عقد، ليس ورقه. يسوع اجى يقول لهم هون انتوا طيب، وقد قيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق. ليش كتاب طلاق؟ لانه في كتاب عقد زواج. وهيك لما انا بروح بشتري بيت او بستاجر بيت او بعمل اي شيء، بخلص من البيت بمزع العقد، بنهي من اي صفقه بمزع العقد وبخلص. الزواج ليس عقد. مزبوط، هي شهادة، احنا عندنا شهادة زواج تاخذها عشان تغير الهوية، تغير الباسبور، جواز السفر، علشان تكتب الأولاد باسمك وباسمها، كثير اشياء هاي الشهادة ناخذها، لكن ليست هي اللي بتثبت امام الله انه احنا متزوجين او احنا مربوطين في بعض. مش بس الشهادة هاي، هناك سر الزواج المقدس. وما دام في سر، لما انا وياه بنروح على الكنيسه علشان نتنير هناك نتزوج، معناه الله هو دخل وعمل اتحاد سري ما بين الرجل والمراه واصبحوا واحد، والاتحاد هذا بالنهايه بنزل طفل، خليقة جديدة،
روح جديدة، حياة جديدة، استمرار للخليقة كلها، استمرار للبشرية. يعني مش حقد أنا بكتبه وبعد ما أخلص بديش إياها بعطيها هالكتاب وروحي طلقتك. هذا الحكي مش موجود عندنا بالمسيحية. موجود إنه أنا بروح على الكنيسة بكتب بتجوز، الخوري بيعطيني شهادة أمام السلطات وأمام كل شيء إنه هاي زوجتي، وحتى في الدفن حتى في الموت يستخدم إنه هاي زوجتي أو هذا زوجي، لكن ليست هاي هي بنهاية زواج أو نهاية حياة أو تأكيد لزواج. تأكيد لزواج هو حضور الله السري والعلني في حياة الزوجين. حضور الله السري والعلني. العلني لأنه في اتحاد بين اثنين جابوا طفل، معناه استمرار خليقة، استمرار بشرية، استمرار الحياة. لأن ربنا قال لآدم وحواء روحوا اثمروا وكلوا واعملوا بدكم إياه، هي أنا خلقت لكم الدنيا كلها عشان تعيشوا الحب وتعيشوا المحبة، والمحبة هي ثمرة اثنين اتحدوا بسر الزواج المقدس وجابوا خليقة جديدة. بينما عقد الزواج هذا هو عقد مجرد بس لشيء موجود وانتهى، ما ينفعش. هل لما انت بتوزع عقد الزواج اللي بيني وبينك تقدر توزع الاطفال اللي بيني وبينك؟ طبعا لا ما تقدرش، لانه موجودين، لانه انت باتحادك بالزواج انجبت خليقه جديده. علشان هيك العلني اللي بيكون موجود هو الطفل، لكن السري هو بيكون يسوع اللي ماسك التنين على الصليب، ايد هون وايد هون، بتحضن التنين علشان يعيشوا حياة الله ثالثهما. كلما اجتمع اثنين، ليش قال اثنين؟ لانه الرجل والمرأة هم اثنين بيصيروا واحد، مع يسوع بيصيروا ثالوث مقدس. الله هو هي، انا والاخر، رجعنا للثالوث وانا والاخر. لما هي وهو بيتجوزوا بصيروا واحد، مع الله بصيروا ثالوث، لانه اضلاع المثلث بترتبط في بعضها البعض، بتكون ثمره جدا جميله. طفل حلو، طفل او طفله مش مهم، خليقه جديده، نور جديد، حب جديد يكمل البشريه. يتعلم من ابوه وامه كيف بيعيشوا المحبه علشان هو لما يكبر ينمى ويثمر زيهم بمحبه، يعرف كيف يعامل امه، كيف يعامل مرته، وكيف هي تعامل جوزها وتعامل اهلها. هون المحبه، هذه هي سر العيله، هذا هو سر الزواج. عشان هيك يسوع قال ما فيش شيء اسمه كتاب طلاق، قال لهم من قسوه قلوبكم، لانهم كانوا قساط القلوب وغلاظ الرقاب، اعطاكم موسى كتاب طلاق، بس ما جمعه الله لا يفرقه انسان. لانه لما انا بتحد مع شخص انا ببلش اكسر في ذاتي وهو يكسر في ذاته علشان نصير واحد مصلوب على صليب الحياه مع بعض، في السراء والضراء، في المرض والصحه، في الحزن والفرح. كل الحكي هذا اللي بنحكيه امام الكاهن في الكنيسه في حلول الروح القدس علشان نعيش بشريه جديده، حياه جديده، خليقه جديده. علشان هيك يسوع قال لهم ما فيش طلاق، بس وحده. ليه؟ لأن الضلع اللي اتاخذ من ادم ضلع واحد مش اربعه، واحد بس. جدا مهم نعرف قديش عمق حضور الله في حياه الزوجين. عشان هيك للاسف الشديد معظم زواجات الان عم تفشل وكل وحده حردانه بضربوها. هذه صعبه كثير، لانه غياب المحبه، غياب التسامح، غياب الفهم، غياب النضوج الزوجي في حياتنا. احنا بس بنحتفظ في الصور الداخليه وبنحاسب الكل على الصور هاي بدون ما نقدر نغفر، بدون ما نقدر نسامح، بدون ما نقدر نعمل اي شيء من طرفنا لاحياء
وتكميل الحياة الزوجية اللي هي سر مبارك من أسرار الكنيسة، اللي هي فعل حضور الروح القدس بحياتنا، اللي هي خليقة جديدة. علشان هيك انتبهوا قبل ما تتجوزوا وبعد ما تتجوزوا وبحاول زمان تجوزتوش حياتكم كلها، خلي عينكم نظيفة عشان تقدروا تعيشوا حياتكم كلها بالحب وبالمحبة وبالخير. طول ما العين نظيفة مش عم تدخل صور سيئة لهون، طول ما الذاكرة فاضية، طول ما الإرادة قوية، طول ما أنا من جوا مبسوطة وقادرة أعيش حياتي مع الكلمة اللي خبيتها جوا ومبسوطة معها مع ربنا. حاولوا قد ما تقدروا سكروا هالعيون، فضوا هالصور. رح أجننكم الصور أنا، بس معلش فضوا هالصور وكملوا حياة حلوة. ما في أحلى من حياة الزواج، ما في أحلى من تكوين عيلة، ما في أنظف وأطهر من إنه المرأة تكون لزوجها والزوج يكون لمرأة. بس الحياة الزوجية مش حياة جنسية، الجنس هذا برا الموضوع كله. الحياة الزوجية هي حياة ارتباط، اتحاد، حب، مشاركة، فهم، نقاش المقطوع من عائلتنا، النقاش، الحديث. اقعدوا احكوا مع بعض، افضحوا الشيطان، اطلعوا كل اشي وصلحوا عشان تقدروا تكملوا. الحياة مش سنة او شهر. انا اشتهيت من البنت هاي، حبيتها، عجبتني، جوزتها، بعد ما جوزت خلصت الشهوة وبردت. لا لا، الحياة الزوجية هي عبارة عن وجود الله في حياتنا، خلق. احنا منهينه في خلق البشرية. عشان هيك هالعيون هاي حطوا عليها الانجيل، اعملوا نظارة من الانجيل هيك، عشان كل ما بدكم تشوفوا اشي تشوفوه من خلال الانجيل. ربنا يبارككم ويكون معكم، وتكون هالصور هاي بالنهاية طلعنا بلوح مخربش، تكون هالصور بلشنا نخلع ونقمع في هالصور. وربنا يوفقكم وان شاء الله نهاركم بيكون مبارك يا رب.